بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة على هندخل في البيور ماثيماتكس في الالجبرا. نتكلم على الجنرال تيرم. احنا عارفين ان الجنرال تيرم بتاعنا اللي هو لو احنا بدأنا بالسيكونس قلنا مثلا ان الفيرست تيرم ايه والكونستانت بتاعك اللي بتزوده كل مرة هو دي، يبقى a و a بلس d و a بلس 2d و a بلس 3d، دي اسمها كده arithmetic sequence. ال a هو الفيرست تيرم اللي هو t1 وال d اللي هو الكونستانت بتاعك اللي انت بتزوده في كل مره، تمام؟ طيب يبقى احنا لو مشينا بقى بالشكل ده هنقول ان t1 هي ال a، ال t2 هي ال a بلس d، ال t3 هي ال a بلس 2d. الاحظ ان ال n هنا اللي هي ال n ديت بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال n دي ماينس 1، مش كده؟ يعني هنا مثلا دي t3 ال n ب 3، واخد بالك؟ يبقى 3 ماينس 1 تديني مين؟ تديني 2، يبقى هو ده الجنرال تيرم بتاعي. يبقى t n عبارة عن ايه؟ بلس n ماينس 1 تايمز d ال n، ال t n ده اللي هو ال n تيرم، ماشي؟ او الاوردر اوف ذا تيرم بقى بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو ال n نفسها. طيب arithmetic sequence زي دي مثلا 5، يبقى ال 5 دي هي t1، ويبقى 7 ماينس 5 2 يبقى ديت الدي، تمام كده؟ اهي 9 ماينس 7 2 دي برضو الدي، تمام كده معايا؟ تمام. يبقى دي ايه السيكونس. بقدر ان انا امثل السيكونس، اعملها ريبريزنتيشن جرافيكالي، ماشي؟ زي السيكونس دي مثلا عندي اهي، لما تكون كده تي ان ما بين تو براكتس، يعني انا بتكلم على سيكونس، يبقى التي ان بتاعي هو عباره عن 2 ان ماينس 3. طيب هات التي 1 يبقى هعوض عن ان ب1، هات التي 2 هعوض عن ان ب2، هات التي 3 هعوض عن ان ب3، يطلع لك في الاخر ايه السيكونس اللي عباره عن فانكشن الدومين بتاعها هو 1 و 2 و 3 و 4 اللي هو زد بوزيتيف، والرينج بتاعي اللي هو نيجاتيف 1 1 3 5 اند سو اون، ماشي؟ طيب لو احنا جينا اتكلمنا على الاريثمتيك سيكونس ديت مثلا اهي، دي مديني هنا ال A ودي ال L، ال L ده بقى اللي هو لاست تيرم. طب ما انا ممكن اقول برضو ان ال L ايكوال A بلس N ماينس 1 تايمز D، ما هو ال L ده تيرم برضو، مش كده ولا ايه؟ يبقى لما يقول لي هات لي عدد الترمات اللي موجوده في السيكونس ديت، يبقى انا اقدر استخدم يعني معناها ان هو عايز ال N، يبقى اقدر اقول ان ال L ايكوال a بلس n ماينس 1 تايمز دي، ال L اللي هو اللاست ترم ب 21، ال A اللي هو اول ترم، ال N دي اللي هي ريكوايرد اللي انا ما اعرفهاش، تايمز 3 اللي هي الكونستانت بتاعي اللي هو ده ماينس ده، اي ترم ماينس البريسيدنج ترم دي. طيب فهيطلع لي من التعويض ان النمبر اوف ترمز كام؟ 22. لو طلب الاوردر بتاع الاوردر والفاليو بتاعت الفيرست بوزيتيف ترم، يعني معناها ان هو عايز ال تي ان تكون بوزيتيف، ال تي ان بوزيتيف يعني معناها ان ال a بلس n ماينس 1 تايمز دي از بوزيتيف، اعوض عادي ويبقى ال n هي برضو ال a الانون بتاعي، يبقى هيطلع لي ال n از جريتر ذان كام؟ 15. طيب يبقى البوزيتيف فيرست تيرم، الفيرست بوزيتيف تيرم از دي 16، يبقى مين ال n او مين اول n اكبر من 15 اللي هي 16، يبقى تي 16 ايكوال a بلس 15 دي، واقدر اطلع الفاليو بتاعتها. يبقى انا كده جبت الاوردر اللي هو تي 16 وجبت الفاليو بتاعه التي 16 اللي هي ايكوال تو 3، ماشي؟ طيب بيجي يطلب مني برضو يقول لي هات لي الفاليو بتاعه التي 9 فروم ذا اند. ده سؤال مهم جدا ده. فروم ذا اند يعني معناها ان انا هكتب السيكونس من الاند، يبقى الفيرست ترم بتاعي هيبقى هو اللاست ترم في السيكونس الاصليه، يبقى ده هيبقى الفيرست ترم. طيب تي 9 فروم ذا اند، يبقى انا كده هعوض عن الايه ب 21، ويبقى الكومون ديفرنس بتاعي بدل ما هو 3 هيبقى نيجاتيف كام؟ هيبقى نيجاتيف 3، مش انا كنت مطلع الكومون ديفرنس ب 3، لا هيبقى بنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3. يبقى ايه؟ يبقى كده ايه؟ اعوض اطلع التي 9 فروم ذا اند، ماشي؟ لو جه طلب مني طلب تاني بيقول لي هل في ترم الفاليو بتاعته بنيجاتيف 11؟ اقول له نشوف، تعالى حط التي ان بنيجاتيف 11 وعوض، هيطلع لك الان فراكشن ميكسد نمبر. هل في حاجه اسمها ان في نمبر، ان في ترم الترتيب بتاعه 11 اند 3؟ مفيش طبعا، يبقى ايه؟ نوت بيلونج تو زد بوزيتيف، يبقى مفيش ترم كده ايه له الفاليو ديت. لو جاي اخدنا اكزامبل تاني، هيجي يقول لي دي سيكونس عندي اهو، مديني الفيرست ترم والسكند ترم انون، مديني اللاست ترم والبريفيوس تو ذا لاست ترم از انون،
بس هو بيقول لك ان هي arithmetic sequence ومدي لك جيفن فيها ان 3x equal y plus 4. هو طبعا ال required ال unknowns دول اللي هو ال x وال y. طيب هي sequence معنى ان هي sequence يعني معناها ان ال common difference بتاعي يبقى ان ده minus ده equal ده minus ده، مش كده؟ تمام. طيب يبقى معناها اقدر to form an equation ان ال x plus y equal 88، مظبوط كده؟ طب هو مديني ان 3x equal y plus 4، يبقى نعمل لها ايكويشن تانية يبقى 3x minus y، دخل ال y جوه هنا بالنيجاتيف equal 4. بقى عندك كام ايكويشن؟ 2 ايكويشنز، اعمل لهم اديشن يبقى ال 4x equal 92، يبقى ال x ب 32 باي سبستيوشن هيطلع ايه؟ ان ال y ب 65، مظبوط؟ طيب يجي يديني arithmetic sequence زي ديت عشان اعمل identifying بقى لل arithmetic sequence. t2 يعني ايه؟ t2 يعني a plus d. طب و t4 يعني a plus 3d، واخد بالك؟ equal to يبقى a plus a يبقى 2a، d plus 3d يبقى 4d equal to، اعمل divide 2 عشان تعملها simplify، يبقى a plus 2d equal 1. بقى دي equation عندك اهي. طب تعالى هات ال given التاني t6 اللي هي مين؟ a plus 5d، a plus 6d، a plus 7d، جمع ال a وجمع ال d، اعمل adding هيطلع كده، اعمل divide 3 يطلع لك simplify. بقى عندك 2 equations اللي هي equation 1 و equation 2، حلهم مع بعض يطلع لك طبعا بالكالكوليتر ممكن تعملها بمود 5 1، يطلع لك ان الدي بكام؟ بنيجاتيف بنيجاتيف 3، مش كده؟ طيب عوض هيطلع لك الايه بكام؟ ب 9. يبقى انت تقدر تجيب السيكونس 9 وبعدين هتعملها ماينس 4 تبقى 5، ماينس 4 تبقى 1 اند سو اون. ماشي الكلام؟ لو جينا اخدنا سيكونس ثانيه زي دي كده، بيقول لي عندي اريثماتيك سيكونس السم اوف ذا فورث تيرم اند ذا فيفث تيرم ايكوال 22، يعني 2 4 بلس تي 5 اهي بنفس الطريقه، يبقى تي 4 يعني ايه بلس 3 دي، تي 5 يعني ايه بلس 4 دي ايكوال 22. اعمل اعمل برضو نفس الكلام هنا بالنسبه لديت، الريشيو ما بين ال 9 تيرم اند ال 14 تيرم اهي ايكوال 2 تو 3، عملتها برضو، عملت كروس مالتيبليكيشن، طلعت الاي ايكوال 2 دي من الكروس مالتيبليكيشن، وعوض في الايكويشن الاولانيه يبقى 4 دي بلس 7 دي ايكوال 22، طلعت الدي يبقى اقدر اجيب الاي، اقدر اجيب السيكونس. ممكن برضو بتكلم بعد كده على الاريثماتيك مينز. طبعا انا عارف قبل كده ان الاريثماتيك مين لمجموعه من النمبرز هو عباره عن السمشن بتاعهم ديفايد عددهم، مش كده؟ فيبقى الاريثماتيك مين لل 5 وال 7 و 9 و 11 انا بعملهم بلس ديفايد عددهم اللي هم 4 يبقى 8. يبقى الاريثماتيك مين لتو نمبرز A و B عموما عباره عن السمشن بتاعهم ديفايد عددهم ديفايد 2، تمام كده؟ طيب يبقى ممكن اقول برضو انه لو انا عندي 3 نمبرز ار 3 كونسيكوتيف تيرمز اوف ان اريثماتيك سيكونس، يبقى الميدل تيرم B ده هو عباره عن الاريثماتيك مين لل A بلس C ديفايد 2، تمام كده؟ طيب يجي يديني اكزامبل زي ده، يقول لي مثلا الديفرنس ما بين تو نمبرز هو ده، يبقى اقدر اجيب اهو الديفرنس ب 3 الاريثماتيك مين يعني a بلس b على 2 ايكوال 7.5، اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى a بلس b ب 15، يبقى كده لها هيطلع لك الاي ب 9 مع بعضهم، مش كده؟ التو ايكويشنز دول، يبقى التو نمبرز 6 و8 و9، ويبقى دي كده ايه؟